كما أن هذا الحجاج لرواد الأعمال للخدمات والوثائق دخول عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال الحسابات وجميع يعني الأنشطة الاقتصادية. هدفنا الرئيسي هو يبغون أن يكون في ثقة في التعامل ويخلص معاملته والمبادرة بالترخيص، ويكون مجال هو المجال اللي يعتبر تنظيم هذا الوسائل اللي راح يتعرضون لها في حال الاستمرار فيه. نمرة ثلاثة، احنا بالتسجيل، احنا اليوم ندعوهم بالتسجيل وراح يكون راح نضيف عليها اللي هو كان شغال على موضوع التواصل الاجتماعي الأخصى، لان الدومين ممكن يستخدم لاسباب تجاريه، بس اللي انا بغيت اوضحه بما يخص الدومين الالكترونيه، هل الدائره عندها توجه لهذا الامر؟ حسب القانون ينطبق على كل من يمارس النشاط التجاري سواء كان فالمستهلك اليوم راح يتوجه للحسابات. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن اليوم في دائرة التنمية الاقتصادية مركز أبو ظبي للأعمال عن إغلاق رخصة المتاجر الإلكترونية، تتيح لرواد الأعمال استخراج ترخيص للتجارة الإلكترونية من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال المواقع الإلكترونية، وذلك دعما لرواد الأعمال وتشجيعهم لدخول عالم التجارة. وتعتبر هذه المبادرة هي إضافة لمبادرات سابقة تم إغلاقها سابقا، منها رخصة تاجر أبو ظبي ورخصة رواد الصناعة من خلال مكتب أبو ظبي لتنمية الصناعة، بالإضافة إلى رخصة السيارات المتنقلة. وجميع هذه المبادرات هي دعم لرواد الأعمال للدخول لعالم التجارة وتسهيل التحديات. طبعا الهدف من المشروع هذا وضع إطار قانوني ونظامي لأصحاب المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي الغير مرخصين حاليا، ندعوهم إلى زيارة مواقع الدائرة والحصول على ترخيص نظامية. الهدف من الحصول على ترخيص المواقع طبعا هو دعم استثماراتهم وخلق بيئة استثمارية مثالية في إمارة أبو ظبي، وتأكيدنا على حماية المستهلكين وحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية. طبعا متى ما أصحاب هذه المواقع رخصوا بتكون في ثقة زيادة عند المستهلك للتعامل معهم، لأن هذه المواقع ستحمل شعار خاص طبعا أوجدت طلعت الدائرة للمستثمرين. نحن ندعو المستثمرين متى ما وجدت هذا الشعار معناته هذه الجهة مرخصة بالدائرة التنمية الاقتصادية. في حالة وجود أي خلاف أو شكوى ممكن نحن كجهة اختصاص نتابع شكواكم، أما المواقع الغير حاملة لشعار الترخيص الإلكتروني فهذه يصعب التعامل معها، لأن فئات مش مرخصة، ونحن ندعوكم للتعامل مع المرخصين. طبعا في الفترة القادمة بنكون داعمين لأصحاب هذه المواقع والوسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم أعمالهم والحصول على تراخيص، وبنسهل عليهم إن شاء الله الإجراءات، وفي فريق مختص بمتابعة هذه المواقع والتأكد من مدى التزامهم وعدم تداول أي بضائع مضرة بالصحة العامة أو بضائع لعلامات تجارية أو عدم التعامل مع البضائع المغلدة والمغشوشة. ونأكد نحن كدور دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي بنظل داعمين لكافة فئات المستثمرين، وبنكون جهة إن شاء الله حامية لحماية المستهلكين من أي تعدي على حقوقهم، وحماية أيضا لأصحاب العلامات التجارية لأي تعدي على علاماتهم التجارية.